تشكر فرنسا الولايات المتحدة على تقديمها مشروع القرار هذا الذي صوتنا مؤيدين له. على هذا المجلس أن يستمر باتخاذ الإجراءات المطلوبة لوضع حد لاستياء الظروف في المأساوية الإنسانية في غزة يوما بعد يوم. نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الرهائن، ونطالب بوقف إطلاق نار يكون فوريا ودائما. لهذا تؤيد بلادي جهود عدة أعضاء منتخبين لهذا المجلس التي سعت إلى تقديم مشروع قرار يسعى إلى تحقيق ذلك، ونحن نرحب أيضا بتأييد مشروع القرار ذلك لجهود المبذولة في الدوحة. فرنسا تدعم هذه الجهود بلا تحفظ، ونحن نطالب باحترام أحكام القانون الدولي واتفاقات جنيف. هذا شرط لا يمكن الاستغناء عنه، وأن فرنسا تعارض أي عدوان إسرائيلي على رفح، إذ لن يؤدي إلا إلى وقوع كارثة إنسانية. كما نشير إلى وجود حاجة ملحة لتوصيل المساعدة الإنسانية إلى غزة، وعلينا أن نفتح ميناء أشدود، وعلينا أن نحقق ونفتح البصرات البرية المباشرة من الأردن ومن المناطق الأخرى. وهذا لا يمنعنا عن التنديد بأعمال حماس والجماعة العربية الأخرى التي وقعت في 7 أكتوبر. وأغلبيتنا في أكتوبر الماضي أيدنا النص البرازيلي الذي فسر هذه الأعمال بوضوح، ونحن نذكر بالتزامنا الثابت لصون أمن إسرائيل وتضامننا مع شعب إسرائيل بعد تلك الهجمات. ذلك الهجمات لا تبرر ما لا يبرر من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. تبقى فرنسا ملتزمة بتسوية سياسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ونذكر أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لضمان أمن إسرائيل وتحقيق طموح الفلسطينيين المشروعة بإقامة دولتهم. واجب مجلسنا أن نذكر بهذا، ولهذا تتحمل فرنسا مسؤولياتها وتقدم مبادرة لمجلس الأمن في هذا الإطار. وشكرا.